تشوف الكرتونه والنجاره عرف الصاد فرخه الجداد جايه ان شاء الله في الطريق. اليوم غادي يكون فلوغ واعر الصاد. الفرخات اللي غادي ناخذ اليوم جوبونس غناخذ شي 4 ولا 5، غادي نوريك شحال شريتهم، غادي نوريك كيفاش تتعامل معاهم، اش من اللوينات، جميع الامور اللي غادي تحتاج. اليوم الصاد غادي نبداو القريعه من القفه ديالها. جينا من عند بوصوفة عندك الصاد ديال واحد الغلط اللي كيوصلوني بزاف لي ميساج، وملي نوصلوا للدار غادي نوريهم لك عاوتاني. علام دينا 5 بياسات اللهم بارك، جوج ميزينو شكيل كي دايره الماكله ما قاصهاش الصاد. جينا المشكل اللي كيطيحوا فيه الدراري بزاف هو انه ملي كيجيبوا الفريخ، خويا ياسر الفريخ ديالي ما بغاش ياكل. واش الدراري واش الدريات، معاكم ياسر كيف ديما فلوق جديد عشيري. اليوم غادي يكون فلوق واعر الصاد. عارف الدراري باينه فيا خاسر، يالله لقيتيني فقس. جا عندي خويا اسامه، دونك ان شاء الله اليوم الدراري غادي نمشي وغادي نتقداو بزاف العيبات. اول حاجه غادي نشري فريخات، ثاني حاجه غادي ندوز للقريعه ناخذ شي امور لهاد الفريخات اللي غادي نجي. الفريخات اللي غادي ناخذ اليوم جوبونس غناخذو شي 4 ولا 5 ديال لي بيبي كالوبسي، غادي نجيبوهم، غادي نوريك شحال شريتهم، غادي نوريك كيفاش تتعامل معاهم، غادي نوريك اش من اللوينات، جميع الامور اللي غادي تحتاج باش تجيب فريخ وتهلا فيه، و او ميم طو غادي تضرب معايا الصاد دويره. اليوم غادي نبلبلوها الصاد. الوغ الصاد ملي يلاه تبغي تمشي تشري فريخات غادي تحتاج جوج ديال الامور. كرتونه شركة ياسر ايس كريم، ترى خدامين لا روس لا راه ما مكافينش غير فراخ. دونك غادي تحتاج الصاد كرتونه هي هادي، وغادي تحتاج نجاره. علاش هاد النجاره هادي كتكون مويان دو ترونسبور ولا هي اللي كتخلي الفراخ ما جايينش وكيلعبوا الصاد وسط ديك الكرتونه وكيتركلو، دونك غادي تخليهم انهم يجيو مرتاحين. دونك ملي غادي تبغي تمشي تجيب فريخ خذ لك الصاد نجاره ديرها في الكرتونه وجيب الفريخات. عندك الصاد دير واحد الغلط اللي كيوصلوني بزاف لي ميساج، خويا ياسر شريت الفراخ وما لقيتش ما نوكلهم. لا صاد انت علاش دير هاد الغلط هذا، جيب الماكله وجيب السوغان وجيب الامور كامله، واخر حاجه هي فريق الصاد. يلا لبسوا الصاص برديله ونتوكلوا على الله. دونك اول حاجه غنلبسوا الصاص برديله. شطرتي لبسه ما هذا واحد ديال الصباح وما فاطحش داوي البلا فايق مع الواحد ديال الصباح تاع الجامع علاش كيقلب هذا. دونك الصاد غادي نلبسو سبرديله غادي نمشيو نفطرو بحال والو نقدرو نطلعو مع المويا. سي بون اشيري لقيتينا حنا غاديين مع خويا بوصوفة. تحياتي خويا بوصوفة. غنمشيو الصاد دابا للقريعه وهذا هو البلان، نخليك الصاد ملي نوصلو نوريك اش غادي نتقداو ومرحبا بك. اليوم الصاد غادي نبداو القريعه من القفه ديالها. جينا من عند بوصوفة دزنا من وسط القريعه، دابا غادي نمشي نتلاقى مع المهدي ونبداو الفلوق ديالنا. يلا الدريسي يا الصاد، غادي نتقداو داكشي اللي خاصنا، غادي نحاولوا ناخذوا النجاره اللي قلت لكم، غادي نحاولوا نمشيو نتقداو داكشي اللي خاصنا، اصلا ما غاديش نتعطلوا في القريعه، ما غنديرش لكم اليوم الاسمينة، ما غاديش نضربوا دويره لداخل في القريعه وكذا، فهمتي حطه زوينه ما كاينلاش نغبروها، هذا هو البلان، هذا هو الحلم ديال المهدي، تعال تعال الحلم ديال المهدي هو هذا. شي نهار غتلقاني في الدار وفي لي كارو خصني نصور معاهم. دينا هاد اللعيبه هادي، هادي الصاد من فريمون من احسن النجارات اللي تقدر تخدم بهم. كيسولوني الدراري هاد البلان هذا واش خدامها خي ياسر ديال النجار، هادي كتكون الصاد ستيريليزي يعني معقمه تقدر تخدم بها سون زوكان بروبليم، هذا هو البلان. يلا سي بون سيري وصلنا عند الصديق، غادي يجيب لينا دابا وليدات ديال كالوبسي وغادي نعزلو اللي بغينا، وديك الساعة غادي نهزهم ونديهم مباشرة للدار. فريمون وشحال هادي ما وكلنا أساس، جاي شهر الصاد ما وكلناش وليدات، دونك غادي نعاودو نعيشو هاد ليكسبيريونس نبارطاجيو معاكم المعلومات. مرحبا بيك. هذا
الحلقه كنشوفوا الاصبر وانا راه خو بلاك ندير بحال بلاكو هو في السينما انا خو بلاكو انا والله ما عرفتش واش ناخذ هذا ولا هذا المهم هذا اش قلتي لي هذا دونك الدراري خدينا اربعه ديال لي بيبي كالوبسي واحد لوتينو واحد سينامو وجوج ايزابيل ودابا غيمشي يزيدنا واحد الصاد ديال لوتينو وديك الساعه غادي تشوفهم كاملين باذن الله وملي نوصلوا للدار غادي نوريهم لك عاوتاني علام الدراري لقينا مع اولاد السبيد تحياتي جزيت تتبان معنا الصاد مرحبا بوليدات تيطم الليل ولاد الدرب تبارك الله عليهم دونك الجمعه شوفوا الفيديو صافي والله شنو نشوف راسك الصح مرحبا كل فريخات اسميتك زكريا زكريا كيلعب مع الفريخات تبارك الله على زكريا تبارك الله على ابو السامة دونك الدراري غنديرهم في هاد اللعيبه هادي هكا باش يمشيو مرتاحين نسيت ما جبت معايا الكرطونه من الدار وياسين دي بانانا هادي دونك هذا هو البلان عشيري دينا خمسة قياسات اللهم بارك جوج لوتينو واحد سينامو وايت فيس وجوج باناشي ولا واحد بيرلي واحد باناشي واحد ايزابيل واحد بيرلي اوكي هذا هو البلان الدراري دونك خليوكم معنا ستيفو عشيري خدينا البضاعة هادو هما الوليدات درناهم في هاد الكرطونة هادي وغادي نمشيو الصاط مباشرة للدار ما غاديش نتعطلو عليهم نمشيو نوكلوهم نتهلاو فيهم وخليك معايا الصاط باش تاخد شوية ديال المعلومات ملي يجيب الفريخات سي بو شيري لقيتيني يلاه جينا وجبت معايا العده شوف تعمدت الصاد انني ما نكملش لكم الفلوق ملي يلاه نجي خليت حتى دوز 4 السوايع واجي الصاد نقول لك علاش خليت حتى دوز 4 السوايع خليت الصاد باش دوز 4 السوايع اول حاجه ارتاح انا شويه ثاني حاجه ضربناه بواحد التدويشه الصاد وتكالمينا شويه حيت فريمون كانت الشمس وثالث حاجه الصاد عمرك تجيب الفريخات وتوكلهم مباشره خليهم اول حاجه حتى يرتاحوا ثاني حاجه باش يجوعوا اول حاجه اللي غادي نتفقوا عليها اللي غادي تحتاج هما الفريخات الصاط هذه حاجه مفروغ منها الفريخات اللي غادي تعزل نتايا باش تدريسي انا هاد المره عزلت الكالوبسي خديت خمسه ها هما هنايا ثاني حاجه اللي غادي تحتاج الماكله الصاط غادي نخليك انت تعزلها انا ما نقدرش الصاط نقول لك شي سميه ما نقدرش نقول لك شي شركه بالرجوله ما نقدرش ندير اشهار فابور هذا هو البلان شكي كي دايره الماكله ما قاصهاش الصاد عجينة الماكلة جارية شوية ما تكونش بحال الماء دير ليهم الإسهال وما تكونش قاصها الصاد تحل ليهم هنا في لوجابو النقطة الثانية الماكلة ما خاصهاش تكون باردة فخير في الصيف في الشتاء في الرعد في البرد دوي وساط على فين غادي دير الفريخ وفين غادي تخليه محدو صغير باقي ما كيطيرش فين غديرو انا غادي ننصحك فخير انك تاخذ شي كريطينه بحال هذه ودير فيها النجار دونك هانتا دير فيها النجاره بحال هكا باش تجيهم رطبه وتدفيهم وبيان سور غادي تحتاج الصاط سورانك بحال هادي وغادي تحتاجها فخير كلينكس النظافه هي الاهم من الصاط غنوريك الصاط كيفاش انا كنبغي نوكل اش كندير كنفرش شي لعيبه بحال هكا اللي غتخلي اول حاجه الفراخ ما كيزلقوش الا حطيتيهم في الطابله نيشان كيبقاو الفراخ يزلقو هادي ما تخليهمش يزلقو فوالا سورانك الصاط شي حاجه بروفيسيونيل غتعاونك في الخدمه بالمزيان ديديكاس لصحاب الحنة الوليدات من اللي الله غادي تجيبهم من عند والديهم غادي يكونوا خايفين ومخلوعين تخي تخي نورمال المشكل اللي كيطيحوا فيه الدراري بزاف هو انه ملي كيجيب الفريخ كيصيفط ليا ميساج خويا ياسر الفريخ ديالي ما بغاش ياكل نورمال الصاد ما غاديش يبغي يشد لك السورانك هو مولف كياكل من عند والديه وانت بغيتي تعطيه السورانك ما غيقولش لك ارى لي السورانك تخي تخي نورمال ملي يلاه جيت خليتهم انهم يجوعوا واحد ربعه السوايع عاد غادي نوكلهم هذه غادي تساعدك في التوكال ثاني حاجه هي انك ماشي بالضروره يشبعوا من النهار الاول حنا غنحاولوا غير نذوقوهم ويعرفوا بلي هذه الماكله مالك نقولوا بسم الله هلا بارك غير ندوقوهم الدراري تخي بيان اجي سنت تخي بيان فوالا تخي بيان شكون باقي اجي انت
تري بيان دونك هانتوما دابا كنحاول نذوقهم يذوقوا غير المذاق يولفوا هاد الامور هادي وهذا هو البلان الدراري. نتمنى صافي يكون عجبك الفلوغ، استفدتي وضربتي معنا دويره في القريعه وشتي الفريخات اللي جبتها صاف. الناس الدار بغيت نقول لكم مرحبا بكم، مرحبا بكم في لاشين ديال ياسر فلوغز. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا وعجبتكم الفيديو. وهذا هو البلان. حنا دابا في شحال؟ في 30 كا ان شاء الله، باغي نضربوا 40 عما قريب. هذا هو البلان. بيس.